سيأتي الحديث عن ما هو الشيء الذي دعانا للحديث عن مثل هذا. لكن لابد أن نعرف أن منهج الأنبياء والمرسلين أنهم كانوا يدعون ربهم الثبات. في أسفاره عليه أفضل الصلاة والسلام مما أرشدنا به عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أنه كان يدعو: اللهم إني أعوذ بك من كآبة المنظر وسوء المنقلب ومن الحور بعد الكور، أن ينقلب عن ما عليه كان من سالك أمري من الصلاح والطاعة. فقد كان يدعو عليه أفضل الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. وهذا من الأدعية التي ينبغي للمسلم أن يتفطن لها. كان عليه أفضل الصلاة والسلام يشير ويبعث هذه الرسائل من خلال دعائه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذه القلوب التي تتأثر بالمؤثرات والمتغيرات وبالشبهات وبالشهوات، فكان يدعو ربه ويعلم أصحابه هذا الأمر: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان من منهجه عليه الصلاة والسلام التفقد، يتفقد أصحابه، أمته، يتفقد أحوال الشباب، أحوال النساء في مجتمعه، ويرشدهم من رأى منه نقصا أو خللا أو نوعا من الفتور، إشارات نبوية لحدوث ذلك في المجتمعات، أن على الدعاة وعلى الصالحين وعلى أهل العلم أن يتفقدوا في المجتمع أولئك الذين كانوا معهم ويجلسون حولهم. فيقول لعبد الله: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل ثم تركه. انظروا إلى، لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة المعصية والذنب وارتكاب الكبيرة، وإنما يحثه على أن من بدأ في الخلل والفتور والضعف بالانحراف بترك المندوبات والمستحبات والنوافل والرغائب هي مؤشرات لوجود خلل يحول بينه وبين المسارعة، لأن الأصل أن يسارع وأن يكون يومه أفضل من أمسه. وقد بالغ بعض السلف الصالح عندما قال، وقلت بالغ عندما قال: من كان يومه كأمسه، من كان يومه كأمسه فهو مغبون، وقع في الغبن.